شاي الكركم فوائد رائعة وهامة. هذا المشروب يجب أن تضيفه إلى نظامك الغذائي. ما هي فوائد شاي الكركم؟ شاي الكركم هو مشروب دافئ وصحي قد يحمل لصحتك ولجمالك العديد من الفوائد المحتملة. وتنبع غالبية فوائد شاي الكركم من مادة الكركمين التي تتواجد فيه بتراكيز عالية، إذ تتمتع هذه المادة بخصائص طبيعية مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة. وينصح العديد من الخبراء بشرب شاي الكركم بعد إضافة القليل من الفلفل الأسود إليه، إذ يساعد الفلفل الأسود على تحسين قدرة الجسم على امتصاص مادة الكركمين والاستفادة منها. وتستطيع تحصيل الفوائد المحتملة لشاي الكركم عبر إعداده بنفسك في المنزل باستخدام الكركم الطازج أو أعواد الكركم الخشبية. ولا ينصح بتناول الكركم المطحون لأنه قد يتعرض لعملية الغش التجاري ويخلط بمادة العصفر ومواد أخرى. ويمكن إضافة بعض المكونات التي تعمل على تعزيز هذا المشروب، وهذا ما سنذكره في وصفتنا في هذا الفيديو. عندما تتناول شاي الكركم فأنت تساعد نفسك مبدئيا في الوقاية من الالتهابات المختلفة والوقاية من مرض السرطان. فتلك المادة الرهيبة الكركمين تساعد على مقاومة مرض السرطان بعدة طرق، وتعمل على استهداف الخلايا وقتلها دون إلحاق أي ضرر بالخلايا السليمة في الأنسجة المحيطة. كما أن تناولك لهذا المشروب يخفف من حدة أعراض التهابات المفاصل، ومن منا لا يعاني بين الفينة والأخرى من آلام في المفاصل. وشاي الكركم يساعد على تخفيف حدة الأعراض التي ترافق أمراض المفاصل المختلفة. كما أن تناوله عزيزي المشاهد يحسن صحة الجهاز الهضمي، فهذا الكركم له دور رائع في علاج التهاب القولون التقرحي ومتلازمة القولون المتهيج. بسبب خصائصه الطبيعية المضادة للالتهاب، يساهم شاي الكركم في تخفيف حدة الأعراض التي يعاني منها الجميع، وتتمثل بالتهاب القناة الهضمية مثل التهاب القولون أو التهاب المستقيم، وبالتالي الوقاية من المضاعفات الصحية التي قد ترافق هذه الالتهابات. كما أن الحاجة المتكررة لإخراج الفضلات مستمرة. كما أن الكركم يحسن صحة الجهاز التنفسي ويحسن الصحة النفسية والعقلية، ويعمل على تقوية جهاز المناعة. أفضل طريقة لاستخلاص المواد الفعالة من الكركم هو عملية نقع هذه الأعواد الخشبية في الماء العادي لمدة 6 ساعات على الأقل. وبهذه الطريقة نعمل على استخلاص المواد الفعالة بشكل رائع. وإذا ما جربت هذه الطريقة فستلاحظ بعد مرور الساعات 6 تغير مذهل في حجم هذه الأعواد الخشبية، إذ تكبر وتصبح هشة وطرية، وتلاحظ تلون الماء باللون الذهبي. وهذا يعني استخلاص المواد الفعالة في هذا الكركم. وبعد ذلك يمكن إعداد شاي الكركم بالاعتماد على ماء الكركم، وهنا يضاف رشة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون، ويفضل طحنه في المنزل لأن الفلفل الأسود أيضا يتعرض لعمليات غش مذهلة. ويمكن أيضا رشة من الزنجبيل، وقم بتدفئة ماء الكركم على نار هادئة. ويمكن هنا أن تضيف الحليب الغنمي، أو يمكنك أن تضيف العسل. ودائما نقول هذا الكركم رغم فوائده لا ينبغي الإكثار منه، فالبعض عند استهلاك كميات كبيرة منه يشكو من الإسهال والدوار والغثيان وحموضة المعدة. كما أن تناوله بكثرة وفي وقت قريب من تناول بعض الأدوية يسبب تفاعلات سلبية، وخاصة لمن يتناول الأدوية المضادة لتخثر الدم. كل شيء تناوله باعتدال واضمن الحصول على فوائده بدون إسراف أو حرمان.
نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.